أظن أن تأهيل مدينة مكناس لا يمكن أن يكون دون مدخل التأهيل الثقافي، بمعنى آخر أنه عندما نتحدث عن الثقافة ونتحدث عن المؤسسة الثقافية فإننا نتحدث عن ما يمكن أن نسميه بالاقتصاد الثقافي. فالحديث عن هذه المؤسسات أو القاعات أو صالات السينما المغلقة وإعادة تأهيلها فهو تأهيل للاقتصاد الثقافي وتأهيل للأحياء المتواجدة في هذه صالات السينما. فمثلا عندما نتحدث عن شارع الوامزي الذي هو قلب أو شريان لمدينة مكناس ما بين المدينة القديمة والأحياء الأخرى، وهو فيه مرافق تجارية ومرافق صالات السينما اللي هي مغلقة، فأظن لابد أن هذه القاعات تلعب الدور ديالها. تحدث عن ثلاث صالات السينما هي أبولو والمونديال التي هي في الخلفية، ونلاحظ بأن هناك لا نعرف هو إصلاح أم تدمير، وكذلك سينما الأطلس. إذن هذه المؤسسات الثقافية هي أولا من حيث البنية المعمارية هي تختلف، ولكن كذلك هي قاعات يمكن أن تكون فيها مؤسسات ثقافية لتكوين شباب ولإقلاع اقتصادي كذلك. فعندما هذه القاعات تصبح تقوم الدور ديالها فإن الحي أو شارع الوامزي بدوره ستتغير، لأن هناك زوار سيأتون سواء مدينة مكناس أو خارج مكناس أو أجانب، لأن الدور ديال هذه المؤسسة الثقافية سيكون دور إشعاعي على مستوى ليس فقط المدينة ولكن على مستوى وطني. ومن هنا نقول بأن المدخل الثقافي، مدخل تأهيل المؤسسة الثقافية، ومدخل أساسي في جميع المدن. فالمدن ليست هي دورتوارات للنوم فقط، المدن هي بنيات اجتماعية، بنيات للعيش وللعيش وللتفاعل بين الناس. وهذا التفاعل وهذا العيش وفن العيش يكون من خلال مجموعة من فضاءات، منها الحدائق ومنها المؤسسات الثقافية التي تساهم في التربية والتكوين وخلق مواطن حقيقي. فنحن لا نريد أن تكون مدننا مدن بائسة، مدن فقط للنوم ومدن للتسوق والتبضع. نريد أن تكون مكناس، وهذا مكناس يعرف الجميع بأن لها مقومات تاريخية وعمرانية عريقة فيجب أن نحافظ عليها. فلا يمكن أن تكون سياحة بدون أن تكون هناك ثقافة ومؤسسة ثقافية تلعب دورها من خلال المهرجانات التي يمكن أن تنظم داخل هذه المؤسسة الثقافية. لا يمكن أن يكون هناك مواطن كريم، مواطن يعيش حياة كريمة وسعيدة بدون أن تكون له فضاءات للعيش وفضاءات للثقافة والفن وفضاء يتفاعل فيها مع المواطنين. فإذا لا نتحدث نحن عن طرف ولكن نتحدث عن ضرورة. يجب أن يعي سواء الساكنة أو المسؤولين بأن هذه المؤسسة الثقافية هي قلب مدينة مكناس ويجب أن نحافظ عليها، لا يجب أن ندمرها. الآن نعيش تدمير ممنهج، تدمير عندما نقول ليس تدمير للجدران فقط ولكن تدمير لتاريخنا. فنحن فقط نوجه ناقوس الخطر وندق ناقوس الخطر. يجب على الجميع أن يعي بأن هذه لحظة فارقة في تاريخ الوطني وكذلك تاريخ مجلس مكناس، لأن هناك سياسة ممنهجة للتدمير. لا يجب أن ندمر المعالم التي يمكن أن تصبح فضاءات لأطفالنا ولشبابنا وللأجيال القادمة. فهذا فقط ناقص الخطر، وأظن بأن الساكنة وجميع المسؤولين واعون، ولكن يجب إيجاد صيغ لاقتناء هذه الصالات لكي تلعب دورها. وهذا ليس هذا شيء أظنه سهل على مؤسسة عمومية سواء جماعة ترابية أو وزارة الثقافة. هاد الحملة ديال ما تقيش مدينتي هي كانت لأجل وقف هاد النزيف ديال المآثر الثقافية والمعالم الثقافية اللي ربما أننا لاحظناها تتمشي يوما بعد يوم. فبعد يعني المعلمة التاريخية والقاعة السينمائية اللي كانت بامتياز أول قاعة سينمائية بمدينة مكناس اللي هي سينما بيجون، عرفت واحد التهميش واحد الهشاشة، ومن بعد ذلك أنها تم اقتناء ذاك العقار ويعني توظيفه كعمارة سكنية بدل أننا نعمر يعني مدينة مكناس بثقافة بالفكر
لكي تنمو هذه المدينة اقتصاديا اجتماعيا وفكريا قمنا يعني بإعمارها عمرانيا. وهنا الآن فنحن نقف أمام هذه المعلمة التي توجد يعني من ورائي أنها معلمة عشنا معها يعني مدة أكثر تزيد عن 30 سنة كقاعة سينمائية التي كانت تحتضن يعني مجموعة من العروض وكانت ملجأ جميع الشباب والساكنة ديال مدينة مكناس التي يلجؤوا لهذا الشارع الذي تتواجد به ثلاث قاعات سينمائية. وكانت هذه السينما الأطلس فهي سينما التي أعطتنا يعني الكثير، أعطت لشبابها الثقافة على الفكر، الثقافة على الصورة، الثقافة على الجماليات. وبالتالي الآن فنجد نفسنا أمام مزاد علني اللي ربما هذا المزاد سيكرس من الهشاشة الثقافية بمدينة مكناس. ونحن نطلق هذا النداء لجميع الغيورين على المآثر الثقافية والمعالم الثقافية بمدينة مكناس، وخاصة دور العرض السينمائي اللي تنشوفها أنها تتلاشى واحدة تلو الأخرى. وبالتالي هنا احنا نلاحظ من خلال هذه القضايا اللي ربما تشبعت بها جميع الساكنة المكناسية اللي هي قضية التنمية الثقافية بالمدينة، نناشد جميع المسؤولين، نناشد جميع المنتخبين وكذلك ذوي السلطة على الميدان الثقافي من وزارة الشباب والثقافة والرياضة اللي ربما أنها عندها الكلمة وعندها يعني الحق باش أنها تدخل لتأميم ولاقتناء هذا العقار. فالنداء كان له يعني أكل أنه استطاع أن يوقف هذا المزاد العلني في يعني الحصة دياله الأولى اللي كانت مبرمجة يوم الخميس. فنحن لا زال لدينا أمل أن هذا العقار أنه يتم اقتناؤه من طرف مؤسسات عمومية، سواء كانت الجماعة المحلية لمدينة مكناس أو جهة فاس مكناس أو وزارة الثقافة والشباب والرياضة، باش نحاول ما أمكن أننا نوظفوا هذا العقار ونوظفوه في قاعة ثقافية، قاعة اللي ربما ستجعل من هذا هذه المعلمة وهذا العقار يعني ملجأ للفكر، ملجأ للجمالية، ملجأ للصورة، وكذلك ملجأ لتنمية الثقافية والسياحية بمدينة مكناس.